بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من الظهور المبكر للشيب في الرأس. يعود هذا الأمر غالبا لأسباب وراثية. يبدأ الشعر الأبيض بالظهور عندما تضعف قدرة الجسم على إنتاج مادة الميلانين، وهي الصبغة الطبيعية التي ينتجها الجسم. لذا نجد بأن الشعر بدأ يفقد لونه الطبيعي ويتحول تدريجيا إلى رمادي أو أبيض أو فضي. طبعا يمكنك كذلك سؤال الوالدة فيما إذا عانت من هذا الأمر من قبل، كما تلعب طبعا بعض العوامل الأخرى دور في الشيب المبكر. مثلا لدينا النظام الغذائي الغير صحي، كذلك يعتبر عامل من عوامل ظهور الشيب. كما نلاحظ هذه الأيام الإقبال الكبير على تناول مأكولات غير صحية، وكذلك الإكثار من الحلويات والتي تتسبب في ظهور الشيب وكذلك التجاعيد، كذلك التوتر، الحالة النفسية أو بعض الأمراض. لذلك أنا أنصحك بأن تقومي بتحسين نظامك الغذائي، غذاء صحي، خضر وفواكه، ابتعد عن المقليات والحلويات نهائيا، كأن تضيفي كذلك المزيد من الحديد والنحاس والفيتامين بي واليود إلى الطعام، الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية من أجل أن نتخلص من التوتر ونحسن النفسية، والأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على جمالك الشامل، الشعر وجمال البشرة. لدي بهذا الفيديو وصفات رائعة جدا للتخلص من الشيب، ستلاحظين هذا من أول أسبوع فقط من استخدامك المنتظم لهذه الوصفات. لدي لذوات الشعر الأشقر والبني وحتى الأسود لكل ألوان الشعر، وهي مناسبة لجميع أنواع مساميات الشعر لتغطية الشيب المبكر، والتي بإمكانك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، خفيفة على شعرك وتحميك من الآثار الجانبية للصبغات والمواد الكيميائية. نبدأ بأول وصفة، هي لذوات الشعر الأشقر والتي طلبت مني كثيرا وقد قصرت في إنجاز هذا الفيديو. نحتاج أولا لزهرة البابونج الكاموميل. زهرة البابونج متوفرة عند العطار. نأخذ حسب طول وكثافة الشعر، مثلا مقدار كف اليد من زهرة البابونج، ونضع عليها كوب من الماء المغلي، نتركها لتنقع لمدة ساعة إلى ساعتين، أو يمكن كذلك ليلة كاملة، أو غليها على النار مع إحكام إغلاق الإناء عند غلي الأعشاب حتى لا نفقد الزيوت الطيارة المفيدة بهذه الأعشاب. بعدها نترك هذا الماء إلى أن يبرد نهائيا، ونضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من الكركم، قلت بعدما يبرد نهائيا، ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، الكركم مع زهرة البابونج. قلت هذه الوصفة لذوات الشعر الأشقر والمسبوغ بالأشقر. نتحصل على هذه الخلطة الرائعة، هي خلطة رائعة جدا لذوات الشعر الأشقر. فزهرة البابونج تعتبر من أهم الأعشاب الطبيعية التي تعتبر علاج مناسب لشيب الشعر لذوات الشعر الأشقر، وكذلك يمكن دهن الشعر بعد استعمال هذه الوصفة بزيت البابونج أو بعد الاستحمام. وطريقة عمل زيت البابونج أو الكاموميل موجودة كذلك بالقناة، كما يمكن شراؤه جاهز. بعدما نتحصل على هذه الخلطة ليلا قبل النوم، نقوم بتوزيع هذه الخلطة وتكون دافئة، لا نضعها بايدة على الشعر أو بواسطة بخاخ. إذا كان متوفر البخاخ عندك في البيت تكون الطريقة سهلة ومناسبة جدا. نقوم ببخ كامل الشعر ونقوم بعمل تدليك للفروة، ونقوم بتمشيط كامل خصلات الشعر حتى نتأكد من وصول هذه الخلطة إلى كامل خصلات الشعر،
ونتركها على الشعر دون غسلها، لا تحتاج هذه الوصفة إلى الغسل أبدا، هي رائعة وممتازة ويزداد مفعولها إذا تركناها على الشعر. نستخدم هذه الوصفة كل يوم، كما يمكن إذا كنت مستعجلة على ظهور النتائج أو عروس ومقبلة على الزواج، يمكنك عمل هذه الوصفة مرتين في اليوم صباحا وليلا قبل النوم. حفظ هذه الوصفة تكون في برطمان من زجاج بهذا الشكل في الثلاجة، ونقوم بتدفئتها قبل كل استخدام. كما يمكنك عمل كمية كبيرة من هذه الخلطة وحفظها في المجمد واستخدامها قبل وتسخينها قبل الاستخدام. صلاحيتها في الثلاجة تدوم لمدة أسبوعين كاملين، أما في المجمد يمكن حفظها من شهر إلى شهرين، فهي لا تفسد، صالحة للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن يعانون من مشكلة الشيب، يمكن استعمالها وبكل أمان. حتى الرجال لمن يعانون من مشكلة الشيب لديهم شعر أشقر، يمكن استعمال هذه الوصفة وبكل أمان. ننتقل لذوات الشعر الأسود. بالنسبة لذوات الشعر الأسود ودرجات الشعر الأسود، نحتاج هنا لأكليل الجبل وأوراق الآس، الياس أو الريحان بما يسمى في بعض الدول الأخرى الحلموش. تابع معي الفيديو لأنه توجد وصفة بديلة لهذه الوصفة. نضع مقدار كف اليد من الإكليل، إكليل الجبل اليزير. بديل إكليل الجبل يمكن استعمال الشاي الأسود، ونحتاج كذلك لقلت للريحان، ونضيف على هذه المكونات الماء المغلي، كما يمكن غليه على النار كذلك. نضع عليه الماء المغلي ونتركه لينقع ليلة كاملة. بعدما ينقع لليلة كاملة ويبرد المزيج تماما، نضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من الإثمد الأسود. الإثمد الأسود متوفر عند العطار، قلت نضيف ملعقة شاي صغيرة من الإثمد الأسود، ويكون بهذه الحالة مطحون ناعم. لاحظي معي، الإثمد الأسود متوفر عند العطار، ونضيفه إلى الخلطة بعدما تبرد، قلت تماما، ونستخدمه على شعر طبعا ليلا قبل النوم، سواء كان مغسول أو غير مغسول لا يهم، فقط أن لا يكون مدهونا بالزيوت حتى نستفيد من هذه الخلطات، ونتركه على الشعر ولا حاجة لغسله تماما. قلت هذه الوصفات لا تغسل، نتركها على الشعر ونقوم بتدليك فروة الشعر، ونوزع على كامل خصلات الشعر سواء ببخاخ أو بفرشاة صبغ الشعر، ونقوم بتمشيط كامل خصلات الشعر، ونتركه على الشعر، قلت ولا حاجة لغسل هذه الوصفة، هي آمنة للحوامل والمرضعات والرجال وكل البنات ممن يعانون من مشكلة الشيب ولون الشعر أسود ودرجاته. يمكن استعمال هذه الوصفة وبكل أمان، يمكننا استعمالها كل يوم، كما يمكن استعمالها مرتين في اليوم إذا كنا مستعجلين على ظهور النتيجة. قلت في أسبوع واحد فقط نلاحظ نتائج رائعة جدا، مع تجنب المشكلات التي سبق وذكرتها والحفاظ على الأكل الصحي. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والبنات الصغار، كل من يعانون من مشكلة الشيب يمكن استعمالها وبكل أمان، وحفظها في الثلاجة يكون لمدة أسبوعين كاملين، كما يمكن عملها في المجمد وحفظها لمدة 3 أشهر، وتسخين الوصفة قبل استعمالها مباشرة على الشعر. غير متوفرة عندك هذه المكونات، يمكن عمل هذه الوصفة بعشبة الميرامية السالمية لاسوج، وكذلك القرنفل، المسمار القرنفل أو كبش قرنفل. نحتاج لمقدار كف اليد من الميرامية، ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من القرنفل،
ونضع هذه المكونات على النار لتغلي لمدة 10 دقائق أو بواسطة نقعها ليلة كاملة، وبعدها نتركها لتبرد، ويمكننا لتسريع ظهور النتائج أن نضيف الإثمد الأسود لهذه الوصفة. ممتاز الإثمد الأسود للشعر وحتى للرموش والحواجب، ونتركها على الشعر دون غسلها. يمكن عملها بشكل يومي كما باقي الوصفات الأخرى. بالنسبة لصاحبات الشعر البني ودرجات الشعر البني، هنا نحتاج لقشور الموز، يفضل أن تكون مجففة. غير متوفر عندك المجفف، يمكن استعمال الطازج ولكن النتائج تكون بطيئة. يفضل تجفيف قشر الموز. نضع قشور الموز في صينية ونضعها بفرن يكون مسخن جيدا من قبل ويكون مطفي. هذه هي الطريقة للحصول على قشر موز مجفف. ونحتاج للحاء شجرة الجوز. هنا نحتاج كذلك لمقدار كف اليد من لحاء شجرة الجوز، ممتاز جدا للشعر وكذلك معالجة الشيب لقلت الشعر البني ودرجاته. نضع كل المكونات في إناء أو نقوم بغليها مباشرة، ثم نضع عليها الماء المغلي بهذا الشكل قلت، أو نغليها مباشرة. لاحظي معي مباشرة نتحصل على الماء يميل إلى اللون البني. نترك هذا الخليط لأن يبرد نهائيا، وبعدما يبرد الخليط نضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من الكاكاو المر الخام البني وليس الأسود. نضيفه مباشرة قلت بعدما يبرد هذا الخليط، لاحظي معي، وبعدها يوضع في بخاخ الشعر أو فقط بواسطة فرشاة صبغ الشعر. نقوم بتوزيع هذا الخليط على كامل خصلات الشعر ونركز على الأماكن المتواجد بها الشيب، ذلك ليلا قبل النوم، أو يمكن عملها في النهار حسب الوقت الذي يناسبك. يمكن عملها لمرة واحدة أو مرتين لتسريع ظهور النتيجة. نستطيع عمل هذه الوصفة للحوامل والمرضعات والرجال، وكذلك كل البنات ممن يعانون من مشكلة الشيب الشعر البني، يمكن عملها وبكل أمان. صلاحيتها أسبوعين كذلك في الثلاجة، ويمكن حفظ كمية كبيرة منها في المجمد لشهرين كاملين. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.